نطلق اليوم الوحدة المتنقلة للمحاكاة الطبية التابعة لمركز التدريب والتطوير لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. يقوم من خلالها فريق المركز بتوفير أعلى مستويات التدريب عند خط الدفاع الأول في المستشفيات والعيادات والمستشفيات الميدانية. وتهدف الوحدة إلى 3 أهداف رئيسية: أولاً، زيادة واقعية تدريب المحاكاة. ثانياً، التأكد من أن فرق العمل الموجودة في المواقع المختلفة معتادة على العمل كفريق منسجم. ثالثاً، رفع الجاهزية المؤسسية للمرافق الصحية الحالية والمستقبلية، وذلك تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام صحي بمعايير عالمية.